أهلا بحضراتكم ومساحة للرأي. تحاول الدولة جاهدة حل أزمة الزيادة السكانية. هي الزيادة السكانية لا سيما أنها أحد أكبر معوقات التنمية، بتلتهم النمو الاقتصادي بنسبة كبيرة حيث تصل إليه الدول. وفي هذا الإطار بتشهد مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. يناقش هذا المؤتمر قضية قومية مصيرية بتتصل بحاضر مصر ومستقبلها، هي قضية الزيادة السكانية اللي بتمثل تحديا رئيسيا والأجيال القادمة وأيضا جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة. القضية السكانية والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة. ولمزيد طبعا من التفاصيل هنبقى نفتح هذا الحوار مع ضيفتنا الكريمة من مساحة للرأي، هي الأستاذة هالة السيد نائب رئيس تحرير الأهرام والمسؤولة عن ملف الحماية الاجتماعية. الحقيقة هذا الملف من الملفات المهمة جدا اللي احنا هنفتحه النهاردة في حلقتنا من مساحة للرأي. والدولة كانت مشكورة، عملت جهود كثيرة جدا خلال 10 سنوات السابقة في العديد من المبادرات المهمة اللي بتدعم سواء الصحة أو بتدعم الأسرة بشكل عام. مبادرات كثيرة جدا رصدتها الدولة في الحكومة في الفترة الحالية، وأهمها طبعا مبادرة حياة كريمة اللي اهتمت بشكل كبير في عملية التوعية بالنسبة للمواطن، اهتمت بشكل كبير في تنمية المدن الفقيرة نوعا أو محافظات الفقيرة نوعا بالنسبة لجمهورية مصر العربية، عملت العديد من المراحل، أيضا عملت وعي بالنسبة للشباب في الفترة الحالية. ويمكن هذه المبادرة اندمجت معها أيضا مبادرة الدولة اللي هي بداية حياة جديدة أو بداية حياة إنسانية فيها تنمية سواء من الطفولة حتى فترة الشيخوخة. الدولة بتهتم بشكل كبير جدا في هذه الفترة بالعديد من المشروعات اللي بتدعم هذا الكيان. أما لو تحدثنا عن صحة الإنسان واهتمام الدولة به في الفترة اللي فاتت، فهنجد طبعا أن هناك مبادرات عديدة أطلقتها وزارة الصحة حول الاهتمام بصحة الإنسان وأيضا اهتمام بصحة الطفل، ونرصد منها مبادرة مليون يعني صحة. الحقيقة هذه المبادرة اللي هي كان فيها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للمواطن وصحة الأسرة، وإن الدولة بالفعل نجحت في القضاء على العديد من الأمراض، أو عفوا وعي القضاء على عدم وعي الأمراض. الحقيقة الأمراض اللي هي خاصة بالطفولة أو الأطفال في العديد من المدارس. معنا عبر الهاتف الدكتور مدحت الصالح، وهو أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بعد التحية حدثنا عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر للدورة الثانية في مصر، وأهم القضايا اللي تناولتها أو تناولها العديد من المختصين والخبراء في هذا المؤتمر، وهي قضية السكانية وإزاي نقدر نقدم حلول للاستفادة من زيادة سكانية. التحية والاحترام لحضرتك والأهل مسبيرو جميعا والبرنامجنا المحترم مساحة للرأي. يمكن أنا أسعد حاجة أسعدتني في هذا في 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 انعقاد المؤتمر بعد اكتسابه صفة الدورية، انه المؤتمر عقد للمرة الاولى في العام الماضي في نفس التوقيت تقريبا، وهو الان يعود للمرة الثانية. لكن اللي اسعدني حقيقي كباحث واكاديمي متخصص في هذه الامور، ان احنا ابتدينا نعالج التنمية السكانية بمفهوم التنمية البشرية. كثيرا سمعنا حضرتك عن ان أو في البداية أقر وأعترف أن الزيادة السكانية المضطردة مشكلة تقابل الحكومة وتقابل القيادات وما إلى ذلك، لكن أنا وأن نبدأ في معالجتها المعالجة العلمية العملية هذا أفضل كثيرا. لذلك اسم مؤتمر للسكان والصحة والتنمية البشرية 5 أيام من 21 ل 25 أكتوبر تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، 133 جلسة حوارية، 803 محاضر من الخبراء والمتخصصين في المجال. المؤتمر بيستهدف تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني. وأنا بتابع المؤتمر استرعى انتباهي أستاذتنا لعبارة دقيقة جدا، تحسين الخصائص السكانية. تحسين الخصائص السكانية، احنا كنا في الأول يعني متخوفين من النمو السكاني المضطرد، وهو بالفعل اقريت واقر واعترف انه
انها مشكله حقيقيه تواجه المجتمعات الساعيه الى التنميه والتي تنشط النمو والتنميه المستدام. لكن انا وان نبدا في الحلول، نبدا في الحلول بقى ان احنا نحسن الخصائص السكانيه. نتاج العمل على تنميه مستدامه في هذا الشان، وايضا اطلاق عديد مبادرات منها 100 مليون صحه اللي اهتمت بيها الدوله في الفتره اللي فاتت، ويمكن عملت مبادرات عديده للقضاء على عدم الوعي الامهات بالنسبه للامراض اللي ممكن تقابلها في الاسره المصريه وتجهل عنها الكثير. شايف حضرتك يعني اليوم واحنا بنطلق هذه المبادره، كيف ترى انها ممكن تصب في مصلحه بالفعل عمليه الوعي بالنسبه للمواطن في زياده سكانيه؟ احسنت حضرتك. بتسلسل حديث حضرتك ذكرتي التنميه المستدام او اول 7 اهداف تكاد تكون كلها من ال 17 هدف يكاد يصب على الانسان شخصا، علما خلقا، علما معالجة الفقر ومعالجة وتوفير الغذاء والكساء وما إلى ذلك والمأوى والمساواة ما بين الجنسين. يمكن هي دي أساسيات أو الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة، وبترتيبهم كده يمكن زي ما حضرتك ذكرتي في حوارنا. لكن إن أنا بقى أبتدي أروح للحلول الابتكارية الخاصة بي والمبادرات اللي بتقدمها القيادة السياسية وممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفاقه والحكومة المصرية، خاصة في إن المنطقة زي ما حضرتك أعي جيدا من يحاورني، زي ما حضرتك تعلمي هي على صفيح ساخن من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب ومن الشرق وما إلى ذلك. حرب روسية أوكرانية، صراعات دولية غير عادية، ومع هذا نجد من مصرنا الحبيبة ما فتئت تنفك عن الإطاحة بالتنمية المستدامة ولا الاهتمام. لا، هو في سوء، هو تتخذ رغم كل هذا وإلا إنها لها مسيرتها الخاصة تجاه تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأجندة الأممية بالتوافق مع البرنامج المصري للأجندة الدولية 2030. ويمكن تكون شهادتي او شهاده حضرتك او اهل مسبيرو تكون مجروحه او اي مواطن مصري، لكن شهاده الامم المتحده التي بتشير الى حياه كريمه، حياه كريمه بالذات استاذتنا فعلا. فندم شكرا جزيلا لحضرتك ان انت القيت الضوء على العديد من المحاور اللي خاص باستراتيجيه الدوله الوطنيه للسكان والتنميه، خصوصا في وقت بتوافق فيه مع الاهتمام بهذا الموضوع، وايضا اطلاق الدوره الثانيه للمؤتمر الصحه والسكان. خلينا نفتح الموضوع بشكل من التفصيل من خلال لقائنا بعد هذا الفاصل مع الأستاذة هالة السيد نائب رئيس تحرير الأهرام والمسؤولة عن ملف الحماية الاجتماعية، وبنرصد أشياء كثيرة نستكملها في هذا الملف بعد هذا التقرير. شهد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية تحولا نوعيا، فقد تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارا، ودمج برامج السكان وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي. وخلال المؤتمر عرضت مصر جهودها للحد من الزيادة السكانية والتي تمثل خطورة كبيرة على التنمية الاقتصادية، خاصة وأن هذه المشكلة تلتهم معظم عوائد التنمية، وهو ما تسعى الدولة المصرية للتفاديه. فقد عملت الدولة على زيادة الرقعة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتم إنشاء 30 مدينة جديدة، فضلا عن تطوير العمران القائم بتحسين جودة الحياة لمئة مليون مواطن. وقد تبنت الدولة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بإجمالي 4584 قرية ومشروع سكن كل المصريين بإضافة 1,000,000 وحدة جديدة خلال 3 سنوات، وتنفيذ المشروع العملاق لإنشاء شبكة من الطرق الجديدة وتطوير الطرق القديمة، كما تم تنفيذ خطة طموحة لاستصلاح الأراضي لاستيعاب احتياجات الأمن الغذائي. كما سعت الدولة إلى فتح مجالات عمل لتقليل البطالة واستيعاب الأيدي العاملة، فقامت بتنفيذ مجموعة عملاقة من المشروعات في مختلف القطاعات بالمحافظات،
وقد وصلت الاستثمارات في مجال الإسكان إلى ما يقرب من تريليون جنيه، واستفاد منها أكثر من مليون مواطن بمشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة. ولم تكتفي مصر بهذا، بل أطلقت مبادرة بداية في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. أهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بالأستاذة هالة السيد نائب رئيس تحرير الأهرام ومسؤولة عن ملف الحماية الاجتماعية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ويمكن إحنا بنشهد دلوقتي يعني فترة مهمة جدا في عملية تضافر الدولة في جهود التنمية المستدامة لتحسين معيشة حياة المواطنين في مصر. تمام. يعني واستراتيجية الدولة اللي أطلقتها الفترة اللي فاتت الخاصة بالسكان والتنمية، ده يمكن أكثر دليل على ذلك. أكيد. خلينا نتحدث عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية، أهم الموضوعات اللي تم مناقشتها لتصب في مصلحة التنمية المستدامة في الفترة القادمة. أكيد. اولا، هو مؤتمر الدولي للسكان وفي نسخته الثانيه على ارض مصر، دي حدث من اهم الاحداث اللي احنا بنعتبرها في مجال التنميه السكانيه وتطوير وزياده الخصائص السكانيه. بمعنى ان اهم حاجه ان بنتكلم على ربط التنميه البشريه بالتنميه المستدامه. يعني مصر من اوائل الدول اللي اشتغلت على وجود التنميه البشريه ورفع جوده السكان والخصائص السكانية علشان توفر جودة، يعني الإنسان يبقى إنسان ذات جودة. مش بمعنى إن أنا بقدم خدمات بس، لا، هي بتشتغل الفترة دي على التنمية البشرية. ومصر من أوائل الدول اللي عملت أكتر من 30 مبادرة قومية كلها بتصب في التنمية المستدامة لخدمة الإنسان في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي، في القطاع الاقتصادي، في قطاع الاستثمار البشري. كل ده بيتوظف لخدمة الإنسان المصري. لو حضرتك في كلمة الافتتاح في النسخة الأولى، كان معالي الوزير اتكلم على إن مصر أنفقت أكتر من 77 مليار لخدمة مشروعات التنمية المستدامة والمبادرات القومية. دي بتصب في إيه؟ في مصلحة الأسرة. بمعنى إن الناس كلها كانت دايما تتكلم على القضية السكانية، إن هي قضية زيادة سكانية أو تنظيم أسرة أو الحد من الزيادة السكانية. ده ما حصلش. إحنا بنتكلم على الخصائص السكانية نفسها، إن إحنا بنعمل تقييم لإعادة رسم الخريطة السكانية وجودة الإنسان المصري. يعني الأسرة دلوقتي بقى عندها من الوعي الكافي، وأعتقد إن مبادرة 100 مليون صحة اشتغلت على التنمية الصحية والتوعوية. بمعنى ان ازاي مفردات الاسره نفسها تتغير. الاسره مش مجرد عدد، لا، الكواليتي بتاع البني ادم داخل الاسره. يعني العدد نفسه ازاي نبقى عندنا 2 أو 3 في بعض الاماكن الحدوديه، بس يكون الانسان خد حظه من التعليم وخد حظه من الرعايه الصحيه. وده اللي بتشتغل عليه كل المبادرات علشان تشتغل على التنميه البشريه اساسا. دي عشان كده بقول لك النسخه الثانيه مركزه اكتر على التنميه البشريه واندماجها في مكون الاستدامه والخصائص السكانيه للمصري. من ملاحظاتك لهذه القضيه الزياده السكانيه، معدلات السكان بترتفع لما الازمات الاجتماعيه بتزداد، هل لاحظتي هذا الملاحظات خلال تتبعك لهذه القضية بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية؟ مش بتحصل في مصر كلها، هنعتبرها ظاهرة عالمية، بتحصل في كل الدول اللي بتمر بصراعات، بتمر بانقلابات، بتمر بحرائق، مراحل انتقالية، كل ده، أو ظروف اقتصادية أو ظروف اجتماعية بتحصل. دي خصائص بشرية بتحصل وفقا للأحداث. لكن احنا هنا في مصر احنا عملنا استراتيجية قومية للسكان. الاستراتيجية دي مش واقفة على أحداث، ولا دي بتتكلم على سياسات عامة للدولة، بتتكلم على تغيير نمط الحياة، بتتكلم على 7 محاور أساسية أهمها التنمية البشرية، بعد كده التعليم والتعلم. يعني كمان بتتكلم على التعلم، مش مجرد التعليم، يعني الإنسان نفسه يبقى عنده علم وعنده خبرة. بنتكلم على التمكين الاقتصادي، بنتكلم على البطالة، بنتكلم على تمكين المرأة. كل ده تيجي بقى أحداث، تيجي متغيرات، ما بيأثرش، لأنك أنت عاملة قواعد أو 7 محاور أساسية ما بتأثرش فيها أي اتجاهات. على الأقل في مصر خفضنا الإحساس ده. فكرة الوعي،
وده اللي بنركز عليه في الفترة الحالية. والحقيقة الدور الإعلامي كبير في هذا الموضوع، لأن بالفعل أصبح هناك عدة قنوات بتهتم جدا بوعي المواطن، غير التركيز على موضوع المبادرات، وأصبحت المبادرات بتصل لكل مواطن في منزله. أكيد بالدليل اللي عندنا يعني مبادرة حياة كريمة، وهي بتتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى زي 100 مليون صحة وخلافه من هذه المبادرات اللي اهتمت ببناء الإنسان. وبالفعل بتصل هذه المبادرات إلى أهدافها في أماكنها في صلب الموضوعات التي يعني تتناولها أو تبقى صميم عمل القائمين على هذه المبادرة. كيف تري تحسين حياة معيشة المواطن في الفترة الحالية بعد 10 سنوات من المبادرات اللي بتصب في مصلحة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية المستدامة؟ تمام، هنتكلم على الجزء بتاع وعي. هنقول لو في وعي، في أولا في مبادرة قومية اسمها وعي، العنصر من عناصر نجاحها في جيش من الجيوش انا بعتبها الخطوط الخلفيه ولها دور كبير جدا، الرائدات الريفيات. نتكلم ان دايما المشاكل او دايما احنا يعني دايما الوعي بيصب اكثر للاماكن البعيده او الريفيه او اللي هي ما عندهاش وعي كافي. فالرائدات الريفيات لما ابتدت تترك الابواب في مبادرات ترك الابواب وبتوصل للاسره بقى وتقعد مع الاسره وبتكلمها بتفهمها الدوله بتعمل لها ايه ومصلحتها ايه، فكره ان لا مش مجرد الحد من الانجاب لتنظيم الاسره ده عشان مصلحتك ومصلحه ولادك، علشان ولادك يتعلموا كويس، عشان تاخدي بالك من صحتهم، علشان تعرفي ولادك يبقى فيه فرصه للتعليم كويس، يبقى الفصل يبقى قاعد في مكان كويس، الفصل مش الفصل مكدس ب70 طفل، فطبعا كل ده بيأثر على جودة التعليم نفسه اللي بياخده ابنك. فبتبتدي الست الريفية الرائدة الريفية بتتكلم بشكل مباشر مع الأسر في كل الأماكن البعيدة اللي هي كانت من أهم الأماكن اللي هي بتخليها سبب من أسباب الزيادة السكانية. فابتدت تتكلم وتتكلم على العادات العادات الثقافية الخاطئة، إن العزوة والعدد والخمسة والستة عشان لو حد سافر يبقى حد موجود، لا ابتدت هي تتكلم في اتجاهات تانية خالص. عشان كده بقولك الرائدات الريفيات كل الكلام الكبير اللي بنقوله في المبادرات وكل الكلام الرسمي اللي بنقوله في المبادرات هي بتبسطه بلغة بسيطة جدا، لأنها الرائدة الريفية هي بنت القرية، فبتقدر تتكلم معاهم وبتقدر تعمل توصل لهم المعلومات. وحقيقي الرائدات الريفيات لعبوا دور كبير جدا في التوعية بتنظيم الأسرة والحد من السيادة السكانية، وابتدوا يتكلموا على الرعاية الصحية. الرعاية الصحية والخصائص السكانية دايما بنتكلم على أنها الحد من زيادة الإنجاب أو زيادة العدد لا احنا برضو بنتكلم من ناحية الصحية تقليل عدد الوفيات، ما احنا بنتكلم مش دايما بيتكلموا على الحد من زيادة السكانية، لا لكن مع الاهتمام بالصحة الحد من عدد الوفيات للأطفال والأمهات طبعا لأوامات الحوامل والأموات حديث الولادة وكل ده، ما دي رعاية صحية، ما دي الصحة الإنجابية. يا جماعة الصحة الإنجابية لها شقين، بتراعي صحة الطفل، بتراعي صحة المرأة، بتراعي صحة الإنسان وإن هو يعيش عيشة كريمة داخل الأسرة. بالفعل يعني في جزء لا يتجزأ من المضمون ان مصر يعني حقيقة في الفترة اللي فاتت لما شفنا تجارب الدول اللي كانت بتعاني من الزيادة السكانية زي الصين وزي الهند وخلافه من هذه الدول اللي اصبحت دلوقتي اقتصاديا يعني على مستوى كبير جدا واستخدمت حتى الزيادة السكانية في الاستثمار في مجال المواد البشرية، ولكن كانت بتصدر قوانين للحد من الزيادة السكانية، ولكن مصر يعني على عكس ذلك هي بتبحث عن فرص للاستثمار في الموارد البشرية. كيف فعلت مصر هذه المعادلة الصعبة؟ عملت المعادلة الصعبة في مبادرة مهمة جدا هي تنمية الأسرة المصرية. تنمية الأسرة المصرية لما قام المشروع بتاعها، ودي مبادرة قومية مهمة جدا لأنها بتشتغل على خصائص السكانية نفسها، هي ابتدت تبص برضو للدول اللي تشبه مصر في الخصائص السكانية، وابتدت تنقل التجارب المختلفة، يعني مش تنقلها، تبص العدد من التجارب ده في الدول تشبه الخصائص السكانية أو الدول النامية زينا، بس أخذت منها ما يمشي مع يتماشى مع الثقافة بتاعتنا. وطبعا في بعض الدول ابتدت تعمل حدود قانونية وابتدت تعمل حاجات وفي توصل لحد العقم عند الرجال يعني بعض الدول، لكن جت مشروع التنمية السكانية ما بصش كده خالص، بص للموروث الثقافي وبص ازاي الهدف الاسمى بالنسبه له ان انا ما احطش قواعد، القواعد تبقى داخل الانسان نفسه، يبقى هو نفسه اللي شريك في المسؤوليه معايا في تنميه الاسره، يبقى هو شريك في ان هو ينمي اسرته، ان هو يبقى شريك ان هو يطور من حياته. وابتدت تنميه الاسره هدفه الاساسي التمكين الاقتصادي. المراه لو اشتغلت وبقى عندها تمكين اقتصادي وبقت مراه عامله
اصبحت هي كمان عايزه وقت انها تنجح في عملها، عايزه وقت انها تبقى شريك اساسي في تنميه الاسره اقتصاديا، فهي عدد ده مش هيخليها تعرف تشتغل، مش هيخليها تعرف تنتج. فطبعا هي من نفسها مع ظروف الاقتصاديه ابتدت وفقا للمقاييس بتاعه المشروع تنميه الاسره، ابتدت هي نفسها الانسان نفسه هو اللي يحسن من خصائصه. هايل. في ظل الازمات الاقتصاديه بتكمن المشكله في فكره ان يعني الطاقات اللي المفروض توفرها الدوله للاستثمار بيبقى عندها ازمه في عمليه الاختيار والموازنه ما بين القضايا المجتمعيه المختلفه، وكل هذه القضايا بتحتاج لتمويل. ايه الجهات التمويليه فيما يخص هذا الشان، وكيف يعني تخطط مصر هذه التحديات؟ مصر تخطط تحديات كبيره جدا وعظيمه في ظل انها تحسن من مستوى الخصائص السكانيه وتعمل التنميه المستدامه للشعب المصري في كل الاوجه، وفي نفس الوقت ما يعني هي ابتدت كمان يبقى المجتمع المدني ما نغفلش دوره كشريك في التنميه. ابتدت المشروعات القوميه اللي بتقوم بها المجتمع المدني دلوقتي اصبحت شريكه في التنميه، ابتدت تدخل برضو على الخصائص وابتدت تشتغل على التمكين الاقتصادي والبطاله والشباب والتدريب، وكل ده كل ده ساهم بقدر كبير جدا. فاعتقد ان مصر بكميه المبادرات وكميه المشروعات، مصر ما بخلتش ابدا بالتمويل لكل المبادرات اللي هي بتصب لصالح الانسان المصري والا كان ليها دور فيها. فما اعتقدش ان دي كانت من المشاكل اللي ممكن تبقى، لان هي فعلا عملت اكتر من مشروع قومي، عملت تنميه الاسره، عملت حياه كريمه. حياه كريمه ده مشروع بتشيد بكل الجهات الدوليه، تتكلمي على مشروعات بدايه، مشروعات ازرع، مشروعات عدد لا يحصى من المشروعات والمبادرات اللي كلها في تخصصات مختلفه كلها بتصب في نقول ايه السيناريو لاكتمال دايره التنميه المستدامه للانسان المصري. حلو. التمكين الاقتصادي مش بس للمرأة، ده شعار أكيد الفترة الحالية، ولكن كمان للشباب. أيوة. وده الأفضل على اعتبار ده المستقبل، بجانب ان نسبة كبيرة جدا من السكان فهم نسبتهم اكتر من 60% تقريبا من الشباب. يعني كيف استفادت مصر وكيف استفادت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية من عملية تمكين الشباب وتمكين المرأة في الفترة اللي فاتت؟ بصي، هي من ضمن المحاور الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان الاستثمار البشري. ازاي تستثمر في البشر؟ فحضرتك انا هتكلم على الجزء اللي انا عاصرته بنفسي او يعني قربت ليه في ملف الحماية الاجتماعية، سواء في وزارة التضامن الاجتماعي او المجتمع المدني او القوافل اللي كان بيقوم بها التحالف الوطني الاهلي في جميع المحافظات. كانت القوافل في الاول او الفكر العام في العمل الحماية الاجتماعية كان دايما بيصب على انها مجرد مساعدات انسانية، مساعدات نقدية، مساعدات غذائية. لا، حضرتك لو رحتي الفترة الأخيرة هتلاقي القوافل بتشتغل على الشباب. يعني نزل القافلة، نزل موجهة لشباب القرية، عندها عدد بتجيبهم وتبتدي تشوف إيه الإمكانيات اللي عندهم وتشتغل عليها، وبتدي يعملوا تدريب وتأهيل لما يتوافق مع سوق العمل. يعني مجرد حتى السياسة الفكرية، تغيير المنهج حتى في المجتمع المدني سوق العمل احتياجاته، وبالتالي يتوجه الشاب لاحتياجات مش بس سوق العمل، كمان البيئة المحيطة ويبتدي نوظف الخصائص الشباب دي وقدراتهم مع احتياجات سوق العمل. فبقت القوافل والدور اللي بيقوم به المجتمع المدني في الفترة اللي فاتت دي او الفترة الحالية بقى دور في تعظيم كبير جدا لتوظيف قدرات الشباب وإتاحة الفرصة للعمل، وفي نفس الوقت التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا أو المتوسطة. فطبعا ده حل مشكلة كبيرة جدا من مشاكل البطالة. وابتدت تشجع كمان على فكرة التدريب والعمل الحر، ان احنا يبقى عندك زيادة في القدرات في التنمية البشرية ليك، سوق العمل فيه ايه، انت محتاج ايه. كل ده حقق نتائج ملموسة جدا، سواء العمل الحر او المشروعات الصغيره المتوسطه للشباب طبعا بمنهجيه مختلفه عن زيكاب، والتوفيق والتنسيق مع العمل الخاص واصحاب العمل الخاص القطاع الخاص عشان نشوف احتياجاته ايه، وفقا للاحتياجات اللي هو عايزها بيدي تدريب وتوفير للشباب. يبقى احنا كده وصلنا الجسور اللي كانت دايما بتتكسر في النص. بمناسبه ان حضرتك متابعه جدا او متخصصه في ملف الحمايه الاجتماعيه، يعني كيف طري هذا الملف في الوقت الحالي، خصوصا ربط فكر الشاب بمشاكل مجتمعه
المشاكل اللي بيعاني منها مجتمعه، لان احنا دلوقتي مبادره حياه كريمه يمكن عملت مراحل وقسمت حتى المحافظات والاقاليم يعني لعده مراحل وعده اجزاء، وبالتالي حتى عمليه التمكين يعني تطفير المبادرات المختلفه مع حياه كريمه اصبحت فيها نوع من الانتماء ووعي بالنسبه لكل اقليم بمشاكله واحتياجاته وموارده ومفرداته. حقيقي. يعني كيف تري هذه التوليفه في هذا الملف؟ انا شايفه من وجهه نظري يعني البسيطه، يعني انا شايفه ان تجربه التطوع اللي بتقوم بيها التحالف العمل الوطني الاهلي او حياه كريمه، شباب ودخولهم في التطوع في المبادرات دي من اهالي القرى نفسهم، فالشاب بيجي المتطوع بيعرف وبيبتدي هو يعرف حاجات كتيره جدا ممكن تكون غايبه عنه، فبتدي تخيلي هو لما هو الولد ده يبقى هو السفير للتوعيه لكل شباب جيله وكل شباب قريته. فمن الشباب للشباب دايما الشباب اللي هم لغه اقرب مننا بكتير واقرب من العبارات الرنانه في المبادرات او الاستراتيجيات. فالشاب لما بينزل ويحاول يوصل، انت خلاص دربت شباب المتطوعين وبقى عنده قدره كافيه ان هو يوعي غيره، فمن شاب للشاب او شباب للشباب كان لها تاثير كبير جدا. حضرتك لو تلاحظي وجبتي اي صور لاي مبادرات واي قوافل واي نزول لقرى حتى في حياه كريمه، بتلاقي العنوان الرئيسي والعدد الاكبر من الشباب. اي صوره حضرتك لو بيتم الشباب منتقين من نفس البيئه المحليه، من نفس البيئه المحليه، ده الاحسن ان هم قادرين على التعبير عن المشاكل. اولا قادر على فهم اللي هو لما بيجي حد مثلا بيوعيه بيبقى عارف هو مشاكله وبيعرف هو يوصلها. يعني هو كمان المتطوع بينقل للمسؤولين سواء المجتمع المدني او الوزاره او المسؤولين عن ملف الحمايه الاجتماعيه الاحتياجات الحقيقيه بالفعل. يعني بقى هو مزدوج بيأدي بيوصل كل اللي هم احتياجات، وفي نفس الوقت بيوصل للشباب التوعيه وازاي يشاركوا بشكل ايجابي. استاذه هاله السيد نائب رئيس تحرير الاهرام والمسؤول عن ملف الحمايه المجتمعيه في جريده الاهرام، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات وعلى هذه الاستضافه لينا. شكرا لك. شكرا لكل السادة المشاهدين، اتمنى طبعا ان يكون فعلا المعلومات اللي احنا قدمناها النهاردة عن القضية السكانية ومجهودات الدولة في الفترة اللي فاتت لتصب في مصلحة بناء انسان سليم سواء منذ طفولة الى حتى شيخوخة، وايضا اكتمال هذه المبادرات اللي تصب في مصلحة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وقضية السكان. شكرا جزيلا على المتابعة، ونلتقي بكم غدا وأسرة جديدة ومساحة للرأي. الى اللقاء.